إذن تقرير أنياس كالاماخ يقول بأن تراتبية المسؤولية عن جريمة قتل جمال خاشقجي قد تصل إلى ولي العهد السعودي، وبهذا تكون أكدت شكوك ومعلومات سابقة تتحدث عن هذا الموضوع، لكن الأهم أنها دعت إلى تحقيق دولي لتحقيق في هذه الجريمة. المزيد في الخبر البقية. أهلا بكم. جريمة دولية على السعودية أن تقر بمسؤوليتها عنها، فبعد استماتة المملكة في دفع ملف قضية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي إلى أدراج النسيان، يعود الملف مجددا وبتفاصيل جديدة. هذه المرة جاء الإقرار بمسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومجموعة من كبار المسؤولين على لسان مقررة أممية أجرت تحقيقا مستقلا دام 6 أشهر. خرجت المحققة أنياس كالاماخ لتحمل الدولة السعودية نفسها وزر ما وصفته بالقتل العمد خارج القانون، كما دعت المحققة الأممية إلى فتح تحقيق دولي جدي يكشف ملابسات تصفية الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول ويحاسب المتورطين. وكأنها حقيقة لا تريد أن تستتر، فبعد أن اجتهدت المملكة ترفع عن ولي عهدها تهما صوبت لها بتدبير مقتل صحفي أعزل استدرج إلى حتفه في قنصليتها، خرجت محققة أممية بعد تحقيق مستقل دام 6 أشهر لا ترفع عن الأمير الإدانة، وقد توافرت لها الكثير من الأدلة والقرائن. فتمت ما هو أبعد من إراقة دم صحفي حيث استؤمن وأمن، هناك من أمر ودبر وخطط، والأهم هناك من يضلل العدالة ويهابها. تقول المحققة إن التهم الجنائية بينة، والدولة السعودية نفسها لا قدرة لها على إنكار وزر الجريمة، ولن تستقيم العدالة، والمحاكمات التي قيل إنها أقيمت لم يرى فيها شهود ولم تسمع فيها مرافعة. تخرج المحققة الدولية تطلب تحقيقا لا يرفع عن أي مسؤول سعودي الشبهة، فقرار القتل تدرج في رتب الآمرين، ولا يبدو أنه انتهى كما تصور الرواية الرسمية عند أحد مستشاري ولي العهد. وللجريمة ثمن أخلاقي ترى المحققة أن المجتمع الدولي مطالب بسدادها عبر تحقيق يرفع فيه حرج كل الأحلاف، يحاسب من تورط في المقتلة وأمر بها. خرجت المملكة تدفع عنها التهم، ويقول وزير خارجيتها إن التحقيق استند إلى مزاعم دون أساس، والمزاعم تلك استحالت مأزقا لا تعرف له المملكة مخرجا، فطفقت تقلب الروايات تبرئ الأمير الراغب في تلبس صورة المصلح، وتعد بإغداق الأموال على أهل القتيل، تجبر أحزانهم وتشتري الصمت. وجد المحققون أنفسهم أمام رواية سعودية تدفع بالحجة ونقيضها، وحين تعاظمت عليها الشبهات قالت إن الجنات قتلة مارقون خرقوا الأوامر وقرروا من وحي أنفسهم قتل صحفي بعد أن فشلوا في إقناعه بالعودة إلى الديار ولم يصدقهم أحد. كانت الجريمة صارخة، فصارت المملكة معها رهينة للوقت تأمل انقضاءه فلا ينقضي، فما زال هناك دم يبحث له عن قصاص. وينضم إلينا من باريس علي نصر الدين الباحث السياسي، أيضا معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي في السعودية عبد العزيز المؤيد عبر الهاتف. أبدأ معك سيد المؤيد، يعني ما وقع هذا التقرير عليك وعلى يعني المعارضين الذين كانوا يتابعون بحرص وباهتمام بالغ قضية خاشقجي؟ طبعا يقول الشاعر الكبير: تعلم أن أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم. دماء الشهيد جمال هي وصمة عار
وورطة تاريخية للنظام السعودي. الآن الذي نجده أن تقرير الأمم المتحدة يضع الدولة السعودية في الاتهام، وليس أفراد في الدولة السعودية وليس أطراف، ولكن النظام السعودي يضع تحت الاتهام، وهذا مبرر ومفهوم، لأن ممارسات النظام ليس فقط في قضية خاشقجي، لكن في التعامل مع الناشطين في الداخل، سواء السجل الذي يتدرج من التعذيب للاعتقالات التعسفية وللقتل أحيانا بطريقة أبعد ما تكون عن القضاء النزيه أو أقل اشتراطات القضاء العادل. فكل هذا يضع السعودية في ورطة، يضع النظام السعودي أمام المجتمع الدولي، وليس فقط محمد بن سلمان وليس هؤلاء المجموعة المجرمة. وهذه يعني معضلة يعاني منها الحكام في الدول اللي ليس فيها تداول السلطة لمن هو تنفيذي. فمحمد بن سلمان بجريمته التي ارتكبت تحت إدارته، واللي الأمم المتحدة الآن تشير للدولة السعودية كاملة لتورطها فيها، هي مشكلة لن يستطيع النظام التخلص منها، ستبقى سيف مسلط على النظام السعودي. من أراد أن يحلبنا أو يبتزنا مثل ترامب ستكون له القدرة على ذلك بفعل أننا في موقف ضعيف ونحتاج للدعم، ومن أراد أن يعاقبنا في وقت من الأوقات أو يقصو على الدو... على 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 والشعب هو من سيدفع الثمن، أيضا يملك ذلك لأننا نتستر على مجرم ونرى يعني أو مشارك في العملية، ونرى كيف كان وضع السودان مع البشير ووضع ليبيا مع القذافي عندما أصبح الرجل أكبر من الدولة. يعني طبعا سنعود لنتحدث كيف سيؤثر ذلك على يعني ما يفترض أنه إجراء يعني قضائي أو محاكمات تقوم بها السلطة السعودية، وكان هناك رد للجبير على ذلك، ولكن أريد أن أتحول إلى سيد نصر الدين. يعني يفترض في 26 من هذا الشهر أن يقدم هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان، ويكون هناك إحاطة، وعليه يعني يجب أن يبنى المقتضى من قبل مجلس حقوق الإنسان. برأيك كيف سيتفاعل هذا الموضوع من هناك، خصوصا أن هناك دعوة لتحقيق دولي، وهل سيكون هناك أي اهتمام فرنسي أو أوروبي بهذا الموضوع برأيك؟ أعتقد أن هذا التقرير لم يأتي بجديد. هذا التقرير هو تقرير سياسي بالدرجة الأولى، أكثر مما هو تقرير تقني أو تقرير يضع ما تيسر من لدى الأمم المتحدة من مستندات، هو تقرير سياسي مأخوذ من تقارير سابقة من جمعيات حقوق الإنسان ومن هنا وهناك. الجديد به أنه كما أرى بعد اجتماع 5 أو 6 ساعات أو 5 أو 6 جلسات لمقررة الأمم المتحدة في تركيا مع المسؤولين الأتراك، بالإمكان القول أن هذا التقرير هو تقرير يأتي من تركيا أكثر مما هو طيب يأتي برأيك من أنه الأمم تقرير المتحدة. أنا لا أرى في أي أو أي اسمحي لي، أنا لا أرى في أنه تقرير ملزم. والسعودية أنا أعتقد أنها بلد مستقل لديها قضاؤها ولديها تحقيقاتها، ولم تخضع لا ابتزاز الأمم المتحدة ولا لغيرها من التقارير التي صدرت خلال هذه الأشهر الماضية. الحملة طيب. العنيفة تقول... التي واجهتها السعودية وستواجهها، والسعودية طيب. ستواجه كل هذه العواصف ولن تتحرك، يعني لن يكون طيب. له تمام. أي تأثير. وضحت النقطة، فقط للاتضاح أكثر، سيد نصر الدين تقول السعودية. إنه تقرير سياسي، ولكن من قامت به هي مقررة يعني تابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهي منظمة يفترض أنها ليست يعني منحازة لطرف أو لآخر. إن كان هناك شكوك برأيك حول صدقية هذا التقرير، لماذا لا يعني أيضا في المقابل هناك شكوك على الإجراءات التي تقوم بها السعودية؟ ألا يمكن لتحقيق دولي أن يبت في هذا الموضوع ويعني يخرجه من الإطار السياسي الذي تشكك به أنت؟ التحقيق الدولي لن يأتي، لأن السعودية ليست جمهورية موز. السعودية لديها
مؤسساتها، لديها قضاؤها، لديها محققينها، وقد تنشر ونشرت الكثير من ما تيسر من المعلومات، وطلبت من لديه أي إثباتات أن يتقدم بها للمحاكم السعودية. إذن ما هو هذا التقرير؟ من أين أتى؟ لو راجعنا هذا التقرير بعمق لوجدنا أن الكثير جاء من تقارير سابقة له. طيب، ولكن حتى هناك التقارير التي أعلنت عنها سيد حسين، يعني وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA كانت تقول بأن لديها اعتقاد بفعلا يعني بضلوع للسعودية، سواء على المستوى السياسي باختلاف مستوى هذا التورط، وهي يعني واشنطن حليفة للسعودية. ولكن أريد أن أرحب، أنتهز هذه الفرصة لترحيب بضيفنا دكتور بول مرقس، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا من بيروت. دكتور مرقس، بداية يعني كنا نتناول الآن نقطة أثارها سيد نصر الدين، هو يعتبر أن التقرير الذي تقدمت به أنياس كلاماغ هو تقرير سياسي، ولكن أريد أن أعود إلى مصطلحات ومعطيات وردت في هذا التقرير لنفهم أكثر إن كان فعلا سياسيا أم لا. تقول بأنه الجريمة هذه هي قتل عمد خارج إطار القضاء أو القانون. ماذا نعني بهذا التعبير، ويعني ماذا يترتب على ذلك فيما يتعلق بالسلطة السعودية؟ هذه المقررة الخاصة وصفت الفعل بأشد العبارات، حتى بأشد مما تفضلت به، مما يقع تحت طائلة انتهاك مواثيق عالمية لحقوق الإنسان، منها ما يتعلق بمناهضة التعذيب، منها ما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، إلى ما هنالك من أوصاف أطلقت. لكن العبرة ليست فيما تطلقه هي هذه المقررة من أوصاف، بصرف النظر عن أحقية الموقف. أنا لا أتحدث في السياسة، تعرفين ذلك تماما، إنما من باب القانون. وبالتالي فإن العبرة الأخيرة تكمن في التوصيف الجنائي الجرمي للمحكمة المختصة، وليس لأي تقرير، بصرف النظر عن مدى جدية هذا التقرير أو رصانته أو اعتماده على التسجيلات كما قالت وأشارت إلى أنه يعتمد على credible evidence، مصداقية، ويسعى إلى أن يكون مصداقية بمصاف، نعم، وأن يكون يعني موائما للمعايير الدولية للتحقيقات، وهي التي لا نجدها في بالضرورة في التحقيقات الوطنية والتحقيقات التي تجريها البلدان عموما، وهو الأمر الذي مفترض أن تراعيه هذه المقررة الخاصة. إذن دكتور مرقس، أنت برأيك موضوعيا هل يجب أن يكون الاتجاه هو كما ورد في التوصية بالدفع باتجاه تحقيق دولي، وهل مجلس حقوق الإنسان هو ما يعني الجهة التي يفترض أن تحرك هذا الموضوع يعني من داخل الأمم المتحدة، أم جهات دولة أو يعني سواء عضو في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة؟ لأن على ما يبدو الأمين العام غير مخول ل يعني الدفع بهذا الاتجاه بمفرده. هذا سؤال مهم. لنبدأ بالقول أن هكذا تقرير طبعا له وقع معنوي وله ثقل على صعيد حقوق الإنسان. وإذا ترين اليوم أن الصحف العالمية قد بدأت بتداوله، من الجارديان وصولا إلى حتى CNN التي للعبرة وصفته بأنه much anticipated report، وبالفعل فإن هذا التقرير لا يخلص إلى إدانة أو إلى إثباتات، هو بمثابة لنقل بدء بينات بحاجة كما أشار هو يمهد التقرير إلى استكمال التحقيقات وإلى التعاون أيضا. وبالتالي للرجوع إلى سؤالك وهو سؤال مدروس، المرجع الدولي وهو بمثابة أكاد أقول الممر الإلزامي للإحالة إلى أي تحقيق دولي أو إلى قضاء دولي، هذا المرجع هو مجلس الأمن الدولي، ولنا سوابق في ذلك، ليس آخرها المحكمة الخاصة باختيار رئيس الوزراء السابق اللبناني الشهيد رفيق الحريري، الذي أنشأ مجلس الأمن إثر اغتياله، ليس محكمة خاصة فحسب،
أد هوك، تسمى أد هوك، ليس محكمة خاصة، لكن قبلها أيضا أنشأ بعثة تقصي حقائق ولجنة تحقيق دولية، وبالتالي لم نبلغ هذا المستوى من التحرك الدولي القضائي، لكن الممر هنا هو مجلس الأمن الدولي، وتعرفين معي أن مجلس الأمن الدولي يتحرك استنادا إلى قرار من الدول، خصوصا دائمة العضوية التي لها حق استعمال النقد الفيتو تجاه أي إحالة إلى أي مرجع قضائي دولي، سواء كان هذا القضاء هو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بموجب نظام روما لعام 1998 أو إنشاء محكمة خاصة أدهوك. نعم سيد عبد العزيز المؤيد معي من دبلن عبر الهاتف، يعني هل برأيك يمكن فعلا رغم عدم وجود على ما يبدو يعني كما يتحدث سيد نصر الدين بأن السعودية بإمكانها الاكتفاء بمحاكماتها وبإجرائها وغير معنية، لا يبدو ربما أن يكون هناك اهتمام أمريكي بالضرورة، لأننا كنا نشهد كيف كانت واشنطن يعني تعطي المجال أكثر وأكثر للسلطات السعودية لتتخلص من هذا الموضوع، هل برأيك يمكن التعويل على هذا التقرير كبداية، خصوصا أنه لا يرقى كما يقول دكتور مرقص للجنة تقصي حقائق أو غيره؟ طبعا نحن رأينا أصلا في التقرير كيف تحدث كيف هناك تحليل عن عدم جدية الدول أو رغبتها في أن تأخذ خطوات جادة في محاسبة الشأن السعودي، وهذا أيضا يشمل تركيا. فالأمم المتحدة والدول الكبرى ليس لديها رغبة بمحاسبة السعودية. أيضا مبدأ في العدالة يفهمه يعني أي شخص يعني في بدايات القانون، وهو فصل السلطات، فالسعودية ليس فيها هناك فصل للسلطات، فوجود فرضية أن يمكن أن يحاسب من هو على رأس السلطة في السعودية هذه فرضية غير واقعية، فالعدالة غير متحققة. الآن المطالبة بتحقيق دولي أو التقارير مثل هذا التقارير، السعودية ليست معزولة عن العالم، والسعودية يؤثر فيها الرأي العالمي وتؤثر فيها الدول الأخرى، والفرضية التي تقول أن السعودية تستطيع أن تكون مثل إيران أو كوريا الشمالية الدول التي تعاني من عقوبات، هذه يعني قد يتحدث فيها بعض الأشخاص الذين لا يهتمون للمواطن السعودي، لا يعني لا يهمهم مات عطشا أو جوعا، لكن الواقع أن السعودية دولة ليس لديها القدرة الانعزال عن العالم، ولا ذنب للشعب السعودي ليدفع ضريبة جرائم هو لم يرتكبها ولا يقر فيها. فإحنا اللي نقوله كالتالي، التقرير تحدث أن هذا نهج للحكومة السعودية، وأيضا أن قضية خاشقجي هي مع أو في المطالبات أيضا طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين داخل المملكة. لماذا؟ لأن هذا التقرير يتحدث عن نهج. الآن عندما كان مثلا هتلر موجود كان هناك من يتعامل معه، وكان هناك من يبرر له، وكان هناك من يقيم العلاقات التجارية معه. فالعلاقات التجارية والصلات لا تعني المصداقية، ويبقى للأشخاص ضميرهم واعتبارهم. فالأشخاص مثلا اللي يشاركون في قصف حرب اليمن أو في صناعة الأسلحة لليمن أيضا في التقرير سيد المؤيد مثل جمال خاشقجي يعني هم تبريرهم لا يستند لأي منطق، لأنه ليس هناك فصل للسلطات، ولأن السلطات السعودية لها سجل إلى الآن في ممارسة هذا العمل. بما أننا نعود إلى كيفية تجري السلطات السعودية يعني المحاكمات أو مقتضى التحقيق في هذه القضية، أعود إلى سيد نصر الدين من باريس. يعني كنت تقول بأنه يجب الاكتفاء بمجريات التحقيق السعودية، ولكن التقرير يقول بأن هناك مسؤولية على السلطات السعودية بمسح أدلة من مسرح الجريمة، واعتبرت المقررة أن المحاكمات هذه هي بمكان ما جزء من يعني محو هذه الأدلة، ما رأيك؟ لدي ملاحظتان حول هذا الموضوع ككل. تفضل. أولا أن هذا التقرير في رأيي واللغة التي كتب بها والاتهامات التي جاءت فيه هذا معيب بحق الأمم المتحدة. والملاحظة الثانية أن مقررة الأمم المتحدة لابد أن تكون قد وقعت تحت تأثير الإعلام وتأثير الإعلام والدعاية المعاكسة والمناهضة والافترائية ضد المملكة العربية السعودية. أولا
هذه الجريمة أدانتها السعودية من رأس الهرم وحتى آخر سعودي، وأنا شخصيا أدين هذه الجريمة وأقول طيب. أنها جريمة ليس غير مبررة، ولكن أن تدفع أن يدفع العالم أو تدفع الأمم المتحدة نحو اتهام السعودية والمسؤولين السعوديين، هذا في رأيي معيب، لأن ليس لديها أي إثباتات في هذا. طيب هناك تسجيلات الصدد. وهنا يعني هناك تسجيلات وهناك معطيات لدى جهاز تركي وأيضا لدى جهاز استخباراتي أمريكي، تتحدث بأن اللغة معيبة ولكن لا تعطي يعني أسباب لماذا هذا معيب بحق الأمم المتحدة. هناك تحقيق تجريه منظمة دولية، يعني أنت تصف الأمم المتحدة كلها منحازة ضد السعودية. لا أفهم سؤالي كان بشكل واضح، أنت كنت تقول بأنه يجب الاكتفاء بمحاكمة السعودية. أنا لا أتكلم عن الأمم المتحدة، أنا أتكلم فقط عن آليات كلامها بنفسها عن المقررة. هل هناك عداء شخصي بين المقررة والسلطات السعودية؟ سيد نصر الدين تفضل. الكثير وقع تحت تأثير الإعلام في هذه القضية. أنا لا أقول الأمم المتحدة ولا أتهم الأمم المتحدة ككل، أنا أقول أن مجرد خروج هذا النوع من اللغة في تقرير تكتبه مقررة الأمم المتحدة هذا شيء معيب، ليس لها أن تتهم بهذا الشكل، ليس لها أن تكون بهذا العنف في 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 تقريرها. عليها أن تعتمد على إثباتات، عليها أن تقول ما سمعته وما رأته وتترك للاختصاصيين البحث في هذا من الموضوع. من هم الاختصاصيين؟ أليسوا المحققون في وهنا في هذه الحالة المحققون الدوليون ربما؟ يعني سيد نصر الدين هناك سيد نصر الدين هناك مشكلة، هناك جانب سعودي يقوم بهذه التحقيقات، في مقابله هناك الكثير من يشكك بمصداقية هذه الإجراءات نظرا لكل السياق الذي سبقه من طمس لخبر القتل في البداية ثم للإجراءات التي اتبعت، على عكس ما تقول يعني بصرف عن الإدانة المتأخرة جدا التي وردت. وهناك يعني تقول بأن هناك انحياز ضد السعودية ولهذا يتم هذا التقرير. إذا هذين يعني وجهتي النظر، ألا يمكن لتحقيق دولي، وأعود هنا إلى فكرة تحقيق دولي مستقل، أن يظهر الحقائق؟ هناك معطيات أنت تنفيها بالكامل، يعني تسجيلات ودلائل موثوقة تتحدث عنها. أنا يا سيدتي، إذا أردت أن نتحدث عن الموضوع ككل شيء، وإذا أردت التحدث عن التقرير شيء آخر. أنا أتكلم عن التقرير واللغة التي صدر بها والاتهامات التي سيقت. طيب. هذه الاتهامات وهذا الكلام الذي صدر به أنا أعتقد أنه غير لائق من مقررة الأمم المتحدة، وقد وليس ولم طيب. ولم تخرج بجديد. كل ما قالته قيل سابقا إما من جهات معينة أو من تركيا أو من بعض جمعيات حقوق الإنسان. إذن هذا التقرير هذا التقرير ليس له أي مكان للأخذ به، إن كان من السعودية أو من السلطات طيب نصر الدين وضحت هذه النقطة. طيب نصر الدين دعني أتحول إلى دكتور بول مرقص. أن تتخذ موقفا عن السعودية. تمام دكتور مرقص، هناك أيضا فكرة يعني طرحت في إطار التفكر بكيف يمكن إجراء تحقيق دولي في حال لم تتقدم أي دولة من دول مجلس الأمن لاعتبارات سياسية بتحريك هذا الموضوع. هل يمكن لفعل مجموعة من الدول أن يعني تجري هذا التحقيق يسمى ربما تحقيق سيادي دولي؟ هل لك أن توضح لنا هذه النقطة؟ ليس ثمة يعني تحقيقا دوليا يجرى دون تكليف. هذا التكليف يقتضي كي يؤول إلى نتيجة وأن ينقل إلى قضاء دولي، سواء كان القضاء الدولي الدائم الكامن في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التابعة لنظام روما لعام 1992 أو محكمة خاصة. هذا التحقيق مفترض أن يكلف به مجلس الأمن الدولي
لجنة تحقيق أو أقل من ذلك، لكن لم يتم هذا الأمر. وليس هذا مرجحا بسبب أولا المدى الزمني الذي استغرقه الأمر، ثانيا ضرورة توافر ضغط دولي في هذا الاتجاه ليس متحققا بالضرورة. أما ما تفضلت به من تعاون دولي فهو أمر مطلوب، حتى لو كان ثمة تحقيق دولي جار اليوم، تعاون الدول أمر أساسي. وبين هذه الدول، بل أبرز هذه الدول هي تركيا. وبالتالي جوابا على سؤالك بالتحديد، أقول أن قيام عدد من الدول بمفردها بإقامة تحقيق لا يشكل هنا في هذه القضية دفعا باتجاه إحالة الأمر إلى مرجع قضائي دولي بعد حين، إنما يساعد حتى ولو فقط في حالة التحقيق الوطني الذي تقوم به دولة معينة كالسعودية. دكتور مرقص، فقط لتوضيح، هل مثلا لو تركيا نسقت أو تعاونت مع دولة أو دولتين يعني بتحقيق بموضوع خاشقجي، لا يمكن لاحقا أن يتحول إلى محكمة في إحدى هذه الدول على غرار يعني قضايا أخرى ربما جرى فيها تنسيق وأيضا وصلت إلى المحكمة ولو ليس المحكمة الدولية خاصة بها؟ يعني أحاول أن أفهم، هل هذا يمكن الوصول إلى تحقيق دولي خارج الأمم المتحدة أم لا؟ لأن التحقيق هذا أمر صعب، كي لا أقول متعذرا، فإما أن يكون التحقيق عبر قضاء وطني محلي أو أن يكون عبر قضاء دولي، ليس ثمة قضاء بين الاثنين. إما أن تكون الدولة هي صاحبة الاختصاص أو أن يؤول الاختصاص جبرا عبر مجلس أمن الدولي، أي لزوما وإكراها إلى قضاء دولي، أو رضائيا عبر تعاون هذه الدولة كي تنوط الصلاحية بقضاء دولي. ليس ثمة منزلة بين هاتين المنزلتين. إذن أشكرك دكتور بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسيا من بيروت. أيضا أشكر عبر الهاتف من دبلن الناشط الحقوقي عبد العزيز المؤيد، ومن باريس علي نصر الدين الباحث السياسي. مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.